شكرا لفريق الإعداد على هذا التقرير. شفنا جاسم من خلال هالاستطلاع رأي الناس عن السوشيال ميديا، ومثل ما هم ذكروا لها إيجابيات ولها سلبيات. صح أكيد، وتكلمنا بهالموضوع وشفنا شنو سلبياته وشنو إيجابياته، وبالأخير ترى يعني لا إيجابيات، ما نقول كلها سلبي سلبي سلبي، شوي نغير صح ولا لا؟ صح 100%. نرحب بضيوفنا اللي موجودين ويانا بالاستديو، الأستاذة عزيزة الحداد مستشار تربوي وتعديل سلوك، والأستاذة عائشة العلي مدرب في تطوير الشخصي والتنمية الذاتية. حياكم الله. يا هلا الله يحييك. يا هلا والله، هلا فيك. ما عليه، ما عندنا يعني سويت، ما عندنا قهوة، بس هم سويت القهوة كافي. ندعيتونا في ديوانيتكم، وشكرا لكم. انا ممنونه لكم اني اكون من ضمن الفريق اللي موجود اليوم، ان نقدم ولو شيء بسيط نوجه فيه الجمهور. جميل استاذ عزيزه، خلينا نبدا معك. ويمكن مثل ما ذكرنا قبل شوي ان السوشيال ميديا اثر على سلوك الانسان، سواء الفرد المراهق او الطفل. نعم. اعطينا فكره عامه من وجهه نظرك عن هذا الموضوع. اول شيء بعقب على الكلام اللي قلتوه، فعلا في من الايجابي الكثير الكثير. جميل. لكن احنا في البرامج الاعلاميه نسلط الضوء على الاشياء الخلل اللي موجود، فاحنا ما قاعد نحارب الميديا اساسا. نعم. وهذا صار جزء من تكوين المجتمع. بسؤالك انه هو من حياتنا، من حياتنا فعلا. أي. هو من حياتنا، على الرغم انه تصنف من ضمن الادمان، صار كثير من الناس دشوا في قناه الادمان، لكن هو بياثر الانسان، يتاثر في كل شيء حواليه. هو مو فقط اثر، احنا نتاثر بالجو، نتاثر في المواقف، نتاثر بالتجارب. هو دخل، اصبح جزء من التربيه، شئنا ام ابينا. نعم. بعدين لحد يقول هذا اختياري، ترى في شيء انت مو متابع البرنامج، تروح برنامج ثاني ينقل لك الشخص هذا، ما تبي تتابع هالشخص تقعد بالديوانيه اللي يمك يقول لك شوف هذا شنو قال، يعني انت مجبر انك تعرف شنو صاير، حتى لو انت تبي تمتنع انت بتكون بعيد. في ناس ترى ما ينزل لا تويتر ولا ينزل، يعني يحاول يوخر عن هذول. كثر ما انت تحاول انت. ايه. قاعد بالديوانيه بيقول لك شوف فلان قال كذي كذي. هو صار من ضمن المنظومة التربوية. أول كنا نقول بالتربية الأسرة، ثم العائلة، ثم المدرسة، ثم المجتمع. الحين دش من بينه السوشيال ميديا. جزء من التربية. إنزين أخت عائشة، خلينا نتكلم اليوم. حتى إحنا لما نروح زوارة ولا نطلع بالسيارة، الأب والأم بالسيارة ويقطون الآيباد حقهم علشان يسكتون بالطريق. وحتى بالزواره مرات يعني يبون يسولفون، ولا هذا اعطوهم الايباد وخلوهم. هل هذا صحيح ولا غلط؟ طبعا هو شوف، هو كسلوك من الوالدين ان عشان يفتكون من حنه العيال ان يعطونهم الايبادات، طبعا هذا السلوك يكون خاطئ. ان انا عشان الهيهم يجب ان يكون في تقنين حق ان استخدام حق الايبادات. اذا كان في شيء انا ممكن كمفيد ان انا اعطيهم اياه يستفيدون منه، حلو ان انا ادور الايجابيه في ان انا اعطيهم اياه، يشوفون مثلا برنامج، بيسمعون قصه بالطريقه هذه. لكن ان انا اعطيهم الايباد انه بس مجرد انه يكون الهاء، وانا يعني هم وراي، انا ما ادري شنو هم قاعد يفتحون، شنو البرامج اللي قاعد يفتحونها، شنو المواقع اللي هم فاتحينها، هني يكون في خطوره. لا ليش ما لما اركبهم بالسياره نقعد نسولف؟ نسولف نسمع شيء. صح ولا لا؟ ليش اقط لهم ايباد؟ هو يفترض ان احنا طالعين كاسره مع بعض. صح. انه خلاص تلغي الايباد، تلغي هذا الشيء. احنا المشكله عندنا مو في الابناء، احنا عندنا مشكله في اولياء الامور. هم المشكلة. إن هو الطفل هو عجينة احنا نشكلها، نتاج تربيتنا، نتاج سلوكياتنا. احنا يمكن ما نقول، يعني نقول حق الابناء لا تطالع الموقع هذا، وهو يكتشف ان الام ولا الاب هم فاتحين على هذا الموقع. حلو ان نخلي من الزواره او من الطلعه انها تكون اسريه. صح. اول شيء لازم انا كاولي امر ان اشيل الايباد، اشيل الاجهزه اللي عندي، وانا افتح حوار مع الابناء. صح. اصلا العيال يحبون سوالف امهاتهم، الام لما تسولف معاهم، لما يدخلون في لعبه، في نقاش، في حوار، يكونون سعيدين اكثر من انه مجرد ان كل واحد لاهي بالجهاز. صحيح. ممكن يكونوا كاسره اثنينهم. نعم. مع بعض في السياره، بس كل واحد بعالم. نفس ما قلتي انت، العيب في الام والابو. هم ما يبون الازعاج، ما يبون يسكتون. واذا العيال لعبوا بس يبون يسكتونهم، فاسكت شنو؟
عطى الجهاز هاك هذا الايباد. اي بس جميل استاذ عزيزه. نعم. توافقين هذا الكلام؟ احنا وصلنا لمرحله ان احنا ما نقدر نسيطر، احنا نقدر نقنن. ما اقدر اسيطر خلاص. اني انا اسيطر اني انا ولدي عمره 12 14 15 مراهق وهي بسحب منا الاجهزه وفي اولياء اموري بيعاقبونه. لو نتكلم عن الاطفال، عن الاطفال الصغار بالنهايه هي دور الام. لا ترى مثل ما بدينا قلنا في وايد شيء ايجابي داخل الحين، في شيء انا جايه اليوم عندي هدف اني انا بوصله حق الاولياء الامور. نعم. ان كثير من الاطفال بداوا ياخذون قيم مو قيمنا، بدينا ناخذ افكار مو افكارنا، بدات الميديا توجهنا الى اتجاه اخر. يعني انا لما تطلع وحده خلينا نقول مشهوره وتجي تتحكى تقول انا لما اتزوج بقعد 4 سنين ما بجيب عيال مثلا، تغير الفكر معناها انا اللي قاعده اتابع، يوم الثاني راح اقول نفس كلامها، ولما تقول تاثرت تقول لا ما تاثر، لا انت تاثرت، انت بدت هذه اللي قاعد توجه كلمات في مستقبل، قاعد يستقبل هذه الكلمات. يعني ما اقدر اي اقول هذا عالم افتراضي، هذا مو عالم افتراضي، الناس اللي قاعد تتكلم قاعد نشوفهم بالمول ونشوفهم بالمطاعم ونشوفهم قدامنا حقيقيين، الناس اللي قاعد تاثر وتوصل هالكلام وهو مو مؤهل انه هو يدرب المجتمع، او مو مؤهل انه هو، ولا انت عندك صاحب تجربه فريده من نوعها اللي انت جاي توجه عيالي. فبالنهايه انا كولي امر اذا انا ما كان عندي الخيار ان انا ابدي اراقب، يعني انا ما اقدر حق ولدي اياه اقول تعال تابع هذا لا تابع هذا، ما راح يسمع كلامي، لكن انا اقدر احط مشهور ايجابي مثل الدكتور اللي كنتوا مستضيفينه قبل شوي، دكتور ايجابي، واقعد انا يمه ما اقول له تابعه، اقول له تصدق انا كلامه حلو هذا، والله يقول اشياء انا وجهته مثل ما الميديا قاعد توجهه بدون طلب. انا ما يصير اقول له احنا لازم نقنن هذه الاجهزه عندنا، لازم يكون هناك قوانين تنص ان انت اذا كنت توجه المجتمع بطريقه سلبيه تعاقب. لا تقول هذا رايك، لا انت المدام يتابعك مليون انت قاعد تاثر من المليون، قاعد تاثر عليهم، انت مؤثر. لا يقول انا قاعد في اكاونتي ولا انا قاعد بس من عندي وانا مالي شغل، لا انت مؤثر، ما طلبت من احد يسمعني. اي وانت مؤثر وعيالنا البنات قاعد يتاثرون في اشكالهم. لما تي المشهوره خلينا نقول مسويه تجميل وحاطة كل وين مكياج وحاطة فلتر وتراوي الناس ان انا حياتي ايجابية، تقعد الزوجة تقول شوف شرى لها سيارة وياب لها ما ادري شنو وياب لها، هي ما قاعدة تنقل واقع، هي قاعدة تكذب على المجتمع، هي قاعدة تقول ان انا ريلي بيده عصا سحرية ينفذ طلباتي كل شيء قاعد ينفذ لي. مو الكل يعني، بس ان احنا قاعد نحكي شنو بدينا قلنا ان احنا نحط نسلط الضوء على الاشياء السلبية. صح انا ما قلت الكل. ايه. انا قاعد اقول وهذا السلبي هو اللي قاعد ياثر على المجتمع، هو اللي قاعد يسبب طلاق، هو اللي قاعد يسبب انحرافات الاطفال، هو قاعد يسبب انه ما في قيم، هو اللي قاعد. والمفروض دور الاعلام ان انا اخلق قدوات ايجابيه انا اسلط الناس تتابعها، لا تقول لا تتابعون، ما هو خلاص هذا صار واقع مثل ما تكلمنا. استاذه عائشه خلينا نتكلم الحين، خلينا نوخر شوي عن الاطفال، اني حق المراهقين فاني من خلينا نقول السن ال 12 هذا صار عنده اونلاين يلعب الجيم. صح. وهذا بعد اخطر مرحله، اخطر اي وهذا بعد ادمان الالعاب. اي فعلا جدا جدا خطيره الالعاب، في العاب انا شلون اوقف هذا المراهق يعني هو كخطه هو واحد ممكن يضعها. يعني انا عشان اعطي الجهاز حق المراهق اللي عندي، يعني هو الجهاز من ياب ليا الوالدين يبوا الجهاز، امه ابوه جابت الجهاز، قبل لا اعطيه الجهاز يفترض ان انا احط له بعض القوانين، ان لو انا مثلا شفت ان في شيء خطا انت قاعد تتابعه انا ممكن انا هني ممكن يكون في عقاب ان انا اسحب الجهاز. هو صار مدمن العاب خلاص صار اقنن له الوقت مثل ما قالت الاستاذ عزه، لازم يكون في تقنين حق الوقت. انا ما اقدر احكم واسيطر على كل الامور اللي هو يتابعها، ما نقدر احنا نسيطر عليها، لان ممكن في لحظه يعني الوالدين مجرد ما يلف يلاقي يعني يقدر يدش ويقدر يحذف ويقدر يضيف. صح. مره ثانيه. صح. صاروا هم حتى الاطفال او المراهقين عندهم من الخبره يمكن افضل حتى من الكبار، افضل من الوالدين، فهم متفننين في الاجهزه هذه اكثر من بس انا احدد له شو الامور لازم من الوالدين، لازم يكون في متابعه.
ما يصير انا اعطي واخلي صح. تدرين ان في يقول لك حتى المراهقين هذول اللي قاعد يجابلون الالعاب يحوشهم سمنه سكر طبعا اي امراض هو ادمان بسبب طول عدم الحركه إيه؟ انا بعلق لكم على تجربه سويناها في احد المدارس. حطينا صندوق بريد قلنا حق الطلاب مرحله الابتدائيه قلنا لا تحط اسمك ولا تحط انت منو ولا اي صف حط لنا عمرك وقول لنا موقف سيء صار معاك مع الالعاب الالكترونيه. حلو. هذا الالعاب قاعد يتكلم مع ناس غرباء ما يعرفهم من حول العالم عندهم ثقافات عندهم اعتقادات عندهم مبادئ. أنا لا زالت عندي هذه اللي يبي يستفيد من هذه الرسائل اللي قال له روح يعني ما أقدر أنقل شيء سلبي لكن كانت 90% من الكلام اللي سمعه عن طريق هذه اللعبة كان سيء. مشكلة ولي الأمر لما هذه اللعبة محطوط عليها من عمر فلان ليها الكثر يروح الأب ويروح يشتريها لأن الولد يبيها بدون ما ينتبه هذا اللي صنع اللعبة يبي تاجر يبي يبيعك لكن قال لك ترى هو سيء حق الأعمار سيء. اللي أقل من هذا العمر ما يستخدم هاللعبة غير مسموح. نعم. فهني عندنا مشكلة أولياء الأمور لا تساهم في هدم شخصية ولدك. أنا أدري أنت تحبه وأدري تقول أنا إيش معنى ولدي وكل الناس عندهم صح. وهذا تدري شنو قتل عندنا قتل عندنا الشغف ما عنده شيء عنده في شغف ويتمنى ما أنا أقول إيني أبوي يجيب لي فما عنده شيء يسعى أن أنا بسويه عشان أحصل الشيء الفلاني. سافرت أنا وبنتي أحد الدول الفقيرة في اللعبة هذه اللي ببطارية تمشي الطفلة اللي واقفة تسوي مو شارين لها أهلها قاعد طالع اللعبة اللي يشغلونها قدام المحل وكذي من بحره ومستانسة. أقول حق بنتي قتلنا في أطفالنا هذا الشغف أيوة. هذا الحب سبت ان انا بعطيه السعاده ان هي فرحانه على شيء بسيط صح. احنا لان لا ايش معنى بس ولدي كل الناس عندهم ليش ولدي ليش؟ حتى احنا واحنا صغار يعني قبل السوشيال ميديا كان القاري ما نحصله الا من عيد لعيد صح ولا لا صح إيه؟ حتى يوم دخل عندنا علشان اخذ القاري حتى لما دش النت كان تحت رقابتنا صح. كاولياء امور الكمبيوتر الشخصي لما يشبك الام والابو قاعدين ورا وبعدين نشيك وين دخل وين راح وين كنا نحمي عيالنا من العالم الحين يحط العالم بيد ولده ويسكر عليه الباب فانا رجعت على النقطه نفسها ان انت لو تسال ولدك وتعطيه الامان وتقول له شنو حصلت من هاللعبه شنو سمعت راح تسمع اشياء ما اقدر انا اقولها على الهواء شنو استاذ عائشة بالمقابل شنو تنصحين في هذا الموضوع انتباه أولياء الأمور يعني هو اللي يظل الموضوع بيد أولياء الأمور إنه لازم ينتبهون على الأجهزة اللي بيد عيالهم إن كل طفل صغير بعد ما كمل يعني في مرحلة الرياض ولا في الروضة في الابتدائي معاه جهازه ونايم عليه طول الليل من غير ما أنا أشيك على هو شنو قاعد يتابع راح يكون في مشكلة كبيرة في المستقبل أشياء مثل ما قلت ثقافات جديدة قاعد تدخل علينا أفكار جديدة قاعد تهدم المجتمع فيجب على الوالدين هم بالبداية يحددون الموضوع هذا. نعم. وأنت أستاذة عزيزة نصيحة. أنا إحنا دائما نعول على ولي الأمر نقول هو السبب وهو السبب وهو السبب بس بالنهاية إحنا كلنا متهمين الإعلام متهم والمدرسة متهمة ولي الأمر أيضا متهم. نعم. إذا إحنا ما كسرنا إيد واحدة ان احنا نطلع عيالنا ونعدي هذه الحقبه لان احنا ما ندري الحقبه اللي بعدها شنو راح تجي. هذا الطفل اللي اليوم قاعد يبرمج بطريقه مختلفه بافكار مختلفه باكر بيكون ابو وبيكون ولي امر وبيعطي هذه نفس الافكار حق عياله. لا تستغربون لما تشوفون عيالكم فجاه صار مو نفس تربيتك لان كلنا متهمين. ليش حتى اللغه تتغير؟ حتى اللغه كذي وصلنا إلى الختام. قواكم الله مشكورة أستاذ عزيز الحداد والأستاذة عائشة الله علي. قواكم الله شكرا لكم يا رب سموني يا رب كذي نجلة يعني كان موضوعنا اليوم أي والله وصلنا جميل. إلى الختام نعم فبس كذي ننهي السبت الجاي نشوفكم إن شاء الله على خير السبت الجاي مع السلامة مع السلامة.